الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. قولها ركن إيماني إذا جينج ثاني الله ودوستن دول جينج إيمان دولار. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. الله واستقلر ميل دوستن دول جينج ثاني إيمان دولار. ونؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. أخ إذا ديل دوش ديل قام الخلرة إيمان دول. وأنها منزلة غير مخلوقة. إذا إشتا إجينج قلنا تخلرة وش الله هو دين دين دول قام الخلرة إيمان دول. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. إشتا إيمان دول الله هو خور إلجن ثاني جين دوسن خلر. نؤمن بمعلمنا الله من أسمائها. إشتا إيمان دول الله وين خائتن يولت إرش يولش أتجينجت. القرآن. القرآن. التوراة. التوراة. الإنجيل. إنجيل ثاني. الزبور. الزبور. صحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى إيش وين خينا شدو تارت إيمان دلوي. نؤمن بما فيها من أخبار وأحكام. إيش تا أتجين شو حد يحكي دول خبر تاني أحكام تاني إيمان دلوي. لكن لا نأخذ ولا نطالع إلا القرآن والسنة. دلا حقوي حقويش دول دين ومتشر ويش دول قرآن شراء سنة شراء حقويش دول. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نطالع ما فيها. أت حقن دول جين شي تاني إيمان دولا دلا حقوش يوش شتان دع بالتا بوي.